10 سنين اني بالعذاب. ضرب لي شنو يعني؟ اني ما احكي ابد، بس على الموت جهال يضرب جهال، اني اصيح اقول لا تضربينا الله يخليك. يعني كلها معانات وكلها ضرب وكلها. بعدين تزوجت مهدي، شوف الظروف يعني. تزوجي انا عاملني معامله مو فوش، يعني نسوان يجي يضربني، يعني يتبل علي، يعني يضربني ضرب يقول يعني صعب ولا ثاني. مواليد 94، مطلقه وعندي بنيه ما حبوا وياها فكره. انا رحت بيت اهلي يعني اجيب، والله اخويا طلع انقهرت وبكيت، بس ما يعني ما كانت بيدي. حبيت الخياطه وحدي، بس لما زوجت زوجت نسيت. وايد يعني 10 سنين قبل، حتى بنتي همينة تعلمت اثنين نشتغل وزوجي ما يعرف. يعني مرتين شافنا واخذ سوفنا واحترقها يعني ذبيها كثير. يعني جتني همية قالت لي ليش ما تتزوجين، خما كلهم هيجي. انا من شفت هيجي نفسي تشزت من حقك، يعني شفت مرار، شفت ضيم، يعني تعذبت. يعني المرأة ليش المرأة يعني هيجي تتعذب مثلا؟ المرأة لها احترام يعني، ويعني الرجل يعني يحترمها وهي تحترم، ظل احترامات بيناتهم. ولا فرس يعني زوجي طلعني همينة من البيت ويا جهال. والله لما انطيني 10 ورقة انا اعرف اخيط، احب الدكان الخياطة. يعني لما اشتغلت اني واستقت بنفسي وكان يجيني فلوس. احنا كنا قبل من ناس من ناس النساء يعني قبل، علمونا يعني على كل شغل المرأة شلون تعتمد على نفسها، المرأة شلون تشتغل يعني، المرأة شلون تطلع يعني لها جرعة. هم يساعدونا هيل يعني، هم مو منطون المبلغ يعني. يعني انا بديت هالفكرة قلت ليش احرم يعني المصرف هذه الفلوس؟ هم منطونين انا بدي اشتغل بهن الي يعني اقوى بهن يعني، يعني مثل انجح مشروعي واتفتحت يعني، سويت هذا المحل عندي كبير. مكياج وورد مال الجمال يعني ثقتي بنفسي كبرت ونسيت مشاكلي يعني الصراحه يعني فرحانه بها. كان مفاجئ لنا يعني، كان حياتي تغيرت يعني كل يعني بسرعه، ويعني هوايه يعني هوايه الناس همينه كان يعني يجوني يقولون والله زينه هاي شغلت احنا اكو اراضي هالدبل، شلون هاي المرأة تشتغل؟ انا ما درت الموضوع حقيقة وحكي، شلون المرأة تشتغل وشلون تجيب الخبر كل اللي تسوي تسوي. انا رحت للعلي ورحتي قبل ما كنت هيجي يعني، ما كنت يعني هيجي، بس يعني من رحنا واخذنا دورة وانطونا هيش مبالغ يعني مبلغ، يعني شوي صار عندنا جرعة تقوينا يعني صحيح، اعتمدنا على انفسنا يعني. وديت بنتي للمدرسة، وديت بنتي للمدرسة وكان أبوها طلع من المدرسة. شنو عيب؟ أنا تعلمت من هاي المنظمة؟ إي تعلمت. قال يعني كل واحد مرة يعني بقوتها وبإرادتها يشتغل. حالك غير وحده يعني سعيده، وتحس يعني احس عندي غير شيء يعني، هسه احس حالي وحده حره. اي والله انا حيل حيل يعني اقول كل نساء يعني كل نساء تعتمد على نفسها وتتغير يعني تفتح مشروع لنفسها.